ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه بابو بندق. النهارده هوريكم ازاي نشغل الواي فاي من لاب وكمان نقفله. هندوس الاول، انا هقفله، هندوس على تحت وندوس على ديسكونكت. بقى عندنا بالشكل ده نوت كونكتد. هنفتح اي نافذه زي جوجل، نكتب اي حاجه عشان نتاكد اللي هو بقى مقفول. نكتب مثلا كلب جولدن، ونعمل بحث. الاتصال بالانترنت مقطوع، نقفل كده. طب ندوس عليه تاني وندوس على نفس الحاجة، ندوس على كونكت. ده لو انت كنت كاتب الباسورد قبل كده، لو مش كاتب باسورد قبل كده هتكتب الباسورد وكده يبقى اشتغل عندك الواي فاي على اللاب او الكمبيوتر. والمرة الجاية هقول لكم على طريقة تانية عشان تشغلوا بيها الواي فاي من غير باسورد. نفتح اهو، فتحنا اهو النافذه، لقينا التحميل اتحمل عادي جدا. كتبنا كلب جيرما عشان نتاكد برضو ان التحميل عادي وسليم واشتغل. دلوقتي بقى شغال زي ما احنا قلنا. وكمان هوريك كمان حاجه تانية في الفيديو بتاع النهارده. عندنا النهاردة الساعة دي مثلا هشيلها واوريكوا ازاي تتجاب وازاي تجيبوا معاها بازل وحاجات تانية بنشوف في كمبيوترات المدرسة او في اماكن تانية كتير. بس الاول كليك يمين واختار اللي احنا عايزينه. عايزين بازل مثلا وكلوك سي بي يو ميتر، واختار الباقي بقى هوريكوا بس بتعمل ازاي. وبعد كده ابقى اشيل اللي انا عايزاه واخلي اللي انا عايزاه. انا عندي الاخير الكبير ده ويندوز ميديا سنتر، ده بشغل منه الحاجات اللي على جهازي، ميوزك بيكتشر اي حاجة احنا عايزينها. والتاني الويدر انا هشيله عشان مش عايز شغله. وعندي السلايد شو هشيله برضو عشان مش محتاجاه، بيعرض البيكتشر اللي عندك. وعندك سي بي يو ميتر ممكن نكبرها ممكن نصغرها. وعندك الكلوك، وعندك البازل بندوس على اسامي العكس بعض، وبعد كده ندوس على اوبشن. هندوس كده ونقلب، هما 11 عشان كده انا بقلب واوريكم كلهم. اول 11 كلهم انا اختار دي وادوس على اوكي. ندوس على اسامي العكس بعض عشان تتعدل، وبعد كده ادوس على اخر واحده وارجعها كده يبقى يون. الشكل بيكتمل. افتح بقى كلوك، اقلب اشوف اللي انا عايزاها. هي 8 اشكال كلوك اهو. معد اختار بقى، اختار الفلاور دي، اختار شو ذا سكند، ادوس اوكي. بعد كده اكبرها دي سي بي يو ميتر واشيل عشان مش محتاجاها. عندي كل حاجة عندي في الجهاز، بفتح براحتي. تمام، وكده ابقى خلصت الحاجة التانية اللي هوريها لكم. وياريت كمان لو انتم لسه اشتركتوش اشتركوا زي ما انا عملت، وكمان فعلوا زر الجرس وخصصوا الكل. وياريت ما تنسوش اللايك وسبسكرايب زي ما قلنا والشير عشان يجيلكم كل الفيديوهات بتاعتنا اول باول الجديدة. وبكده قدمت ليكم اللي انا عملته النهارده. وباي.